رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في رينيا ما بقصدني إذا اقترب الزمان تكذب رؤيا المؤمن سكرات المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة رواه البخاري ومسلم. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال